بعد فرض حظر التجوال في أغلب بلدان العالم، توجهنا إلى إحدى المجمعات في مدينة سليمانية لمعرفة بعض الجوانب الإيجابية لفرض حظر التجوال، والتقينا بعض المواطنين من بينهم عائلة سيد أمير الجنابي، وهي عائلة بغدادية تسكن في مدينة سليمانية، وكان لنا هذا اللقاء القصير حيث تعرفنا على كيفية تعامل هذه العائلة مع موضوع الحظر. طبعا هو بالبداية الإقليم من أول المحافظات بالعراق ويمكن بالمنطقة كلها اللي طبق حظر التجوال، فقعدة البيت بالبداية كانت صعبة كعائلة نجتمع على أكل أو نجتمع نتفرج مسلسل أو فيلم، فصير لما حلوة الشغلات الأخ الحلوة اكتشفناها التعاون بيناتنا كعائلة. يعني قبل الحظر كانت كل واحد يا أما بدوامه يا أما بمدرسته يا أما يرجع مشغول بشي، حلو إنه قمنا مثلا نتعاون نسوي أكلة كنا ونقعد ناكلها أو ننظم شيء بالبيت أو ننظف كنا سوا. ومع كرم الضيافة وتحضير فنجان القهوة وإعادة تنشيط الذاكرة، كان لنا حديث مع ربة الأسرة وسط مراقبة القط دندش الذي كان مهتما طيلة فترة إنجاز التقرير. بالبداية شوية يعني كنا ما متعودين على الموضوع، شوية شوية بدينا نتأقلم عليه، تنظيم الوقت، اكتشفنا أنه أكو أشياء هواية خلينا نقول إيجابية من هذا الحجز أو هذا الحظر، علينا كأفراد أسرة أنه تعرف بما أنه إحنا مدارس وموظفين فمو دائما نلتقي بشكل يعني دائما نكون متقاربين، الحظر خلانا دائما نكون متواجدين. أكو مثلا لأنه إحنا منشغلين دائما كان التواصل مع الأهل والأصدقاء البعيدين شوية يكون قليل، فصار عندك وقت كافي حتى مثلا ترجع تتواصل وياهم مرة ثانية، بالإضافة إلى أنه بما أنهم ما عندنا شيء نسويه هواية، فبصراحة اكتشفت كم موهبة عندي بالمطبخ من ناحية الطبخ، يعني ساهمت شوية أنه أخفف عنهم عن طريق الأكلات. يعني رافقتنا في هذا التقرير ريا ذات 16 ربيعا، وهي طالبة في الصف العاشر الأدبي، والتي عربت عن اشتياقها لمقاعد الدراسة ولزميلاتها. تعلمت هواية أمور، أول شيء أنه ما كنت قبل الكورونا وهاي الحظر ما كنت أشوف ماما وبابا هواية، كنت مشغولة أكثر الأوقات، وهسا جمعنا أكثر وطبعاً أكيد اشتاقينا الأجواء الدراسة واشتاقينا نشوف بعض ولمات ونجمع ونسافر، بس يعني السوشيال ميديا شوية يعني غنتنا عن هالشي. التزمت عائلة المواطن الجنابي بقرارات خلية الأزمة وقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق كحال باقي العوائل، إيمانا من أفرادها بأن هذه القرارات هي للصالح العام، ولا تختلف أمنية هذه العائلة عن أمنيات جميع المواطنين بانتهاء هذه الأزمة وعودة الحياة إلى سابق عهدها. عدنا جاء فضاء التغيير السليمانية.